عودة ليكم مشاهدي قناة تايم سبورتس في كل مكان، ولسه مكمل معاكم فقرتنا في برنامج 7 في 7. وصلنا معاكم دلوقتي لآخر فقرة معانا، وهي الفقرة اللي دايما بتستنوها، هي فقرة توب سيكرت، اللي خلالها بنقول ليكم كل يوم خبر حصري جدا مش هتلاقوه في أي مكان تاني غير عندنا. خبر النهاردة بيقول إن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان دخل في مفاوضات جادة مع مين؟ مع الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني الحالي لفريق مصري بورسعيدي، لقيادة الدراويش في الموسم الجديد. وده بعد توترات العلاقة طبعا ما بين إيهاب جلال ومجلس إدارة المصري بسبب وجود أزمة مالية، وتجاهل مجلس طبعا المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية لتنفيذ الوعود والالتزامات المادية اللي وعد بيها، وكمان بسبب صعوبة التعاقد مع اللاعبين اللي حددهم كابتن إيهاب جلال. في الوقت نفسه مجلس الإسماعيلي بيبحث عن مدير فني أجنبي كخيار تعاقدي أول، ولجنة التعاقدات شافت أكتر من سيرة ذاتية لكنها ما استقرتش غير على الهولندي راد كرول، المدير الفني الأسبق للزمالك والصفاقسي التونسي، لكن المقابل المادي عرقل للمفاوضات خلال الأيام اللي فاتت.